أصلحت الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الثلاثاء بحول الله، دائما أجواء على العموم مغشات بأغلب السواحل. السحب ستكون أكثر نحو السواحل الشرقية، أما بالمناطق الداخلية بعد الرعود المنعزلة نحو الهضاب الغربية تكون أكثر نشاط بالمناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية، حيث احتمال لبعض الأمطار المحلية، احتمال أيضا لبعض الأمطار الرعدية المحلية بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي. تبقى أجواء رعدية بوسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي ومغشات جزئيا بأقصى الجنوب. الحرارة تتراوح من بين 28 إلى 34 درجة بالسواحل، ترتفع محليا إلى 41 درجة بالمناطق الداخلية، وتبقى أجواء حارة تميز مناطق وسط الصحراء. يوم الأربعاء بإذن الله دائما تقريبا نفس الوضعية الجوية، أجواء مغشات بعض الأمطار الرعدية المرتقبة بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية، رياح قوية نسبيا نحو الهضاب الغربية، بعض الأمطار تبقى غير مستبعدة بالجنوب الشرقي والجنوب الغربي أقول لغاية شمال الصحراء. درجة الحرارة تعرف بعض الارتفاع خاصة نحو السواحل الشرقية تقرب 37 درجة، وتبقى دائما أجواء حارة بوسط الصحراء مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية. يوم الخميس تقريبا نفس الوضعية الجوية، لكن تتحسن حالة السماء نحو السواحل الشرقية بعد انقشاع الضباب، بعض الأمطار الرعدية تبقى دائما مرتقبة محليا بالمرتفعات خاصة الوسطى الشرقية كذلك بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي، تبقى درجات الحرارة مستقرة مقارنة بيوم الأربعاء.